في بقلبه صور إعلامي على الصعيد الإعلامي. فرجينا الصور على الكاميرا. عنا صورة جيسيكا عزار مقلوبة، ديما صادق، مارسيل غانم، بيير رباط، بدك تقلبها هشام بالعرض، بيير رباط، عادل كرم، وبس. صورة مين بتخزق على الهواء؟ مارسيل غانم. ليه مارسيل غانم؟ ما بحبه. لأنه عندي شكوك بنواياه الإعلامية، وعندي شكوك بارتباطاته الإعلامية.